طيب يعطيكم العافية يا شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نركز على موضوع إنه إحنا نعمل رايت وأبند لفايلز. طبعاً طبيعة الحال إنه إحنا بدنا نركز على مسائل، تمام؟ إنه أعمل ريد ورايت على فايلز، وبعدين إنه بدنا ندخل في وضعية الأبند. مسائل بدنا نأخذ مسائل مبسطة، يعني على سبيل المثال إنه أكتب برنامج ل قراءة نص وتحويله إلى نص كبير، بقصد كابيتال يعني، وكتابة نتيجة على ملف مختلف. طبعا بطبيعة الحال ممكن انه احنا ناخد لروح هنا على الفايلز لاشوف لي ملف مثلا هذا الملف. هذا الملف تمام؟ فبدي اخذ المسار تبعه. ما دام انا بدي اقرا وبدي اكتب على ملف، فبالتالي بدي يكون في عندي ان فايل واوت فايل. ان فايل تساوي اسم الملف، طبعا طبيعة الحال وضعية الريد، بدي اقرأه كله بالكامل. ان فايل او تكست بتساوي ان فايل بتطبع لك اياه كرو تكست. شوف كيف النتيجة، شايف كرو تكست هنا في عندك سلاش ان من الملف هذا، هاي المسار تبعه. نعم هاي. بدي اطبع لك اياه عشان الكنترول كاركترز. في الاوبن تعدي له مسار الملف، بفتح لك اياه في وضعيه القراءه. طبعا لازم يكون موجود. بالضبط، تاخذ تاثيرها في البرنت زي هيك. طيب انا قاصد انه انت تتحمل الملف كله يعني بهذا الشكل وكله تجري عليه العمليات. اي عمليه في مكتبه السترينج ممكن انه انا اطلبها منك، انا طلبت منك انه تحوله لنص كبير، فبالتالي هنا كابيتال تكست ايش بيساوي؟ تكست أبر. شوف النتيجة كيف. فنفس النص مع الكنترول كاركترز صار لها كابيتلايزد زي ما هو، بس صار له كابيتلايزد. أنا بديش إياه ينطبع على الشاشة، إيش بدي؟ أكتبه على ملف. فبالتالي هنا out file بتساوي open هذا الملف capitalized text والمود بتساوي w. نعم اي ال كبي تلايزد. تمام، في اي ملاحظات تانية؟ في فوكيش كمان. حاضر.
capitalized capital 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 text هاي زي هيك اوكي خلاص مبسوطين في two variables أنا عندي capital وين capital okay whatever ما ننساش الكلوز مش حيصير اشي على الشاشة لانه احنا طالبين انه ينطبع على فايل الفايل وين موجود؟ موجود هنا في شابتر 7 لانه انا كتبت المسار تبعه انه ينحط في نفس ملف الكود فهي هي كله كابيتال بهذا الشكل وبالتالي اي دالة من دوال السترينج ممكن يكون انت عندك محل سؤال انه يكون انت عندك تقرأ من ملف طبق عليها عملية معينة اكتب لي النتيجة على وين على ملف تاني ايش هو ورق امتحان النصفي على المودل ان شاء الله امتحان النصفي كان ورق مسألة تانية اكتب برنامج لقراءة أرقام من ملف طباعة وكتابة المجموع على ملف يعني المجموع والمتوسط طبعا الارقام من وين نجيبها في عندي هنا هاي زي هيك هذه مجموعه من الارقام كيف سامع انا عملت انشات ملف نصي وحطيت فيهم هذول الارقام انا انشاتهم بس مش هلقيت خلينا نقرا هذا الملف هذه انت حر ان فايل للقراءة اوت فايل اوت للكتابة فايل ريدر فايل ريدر تمام نعم يا أستاذ أنا اللي بحكي لك إياه مش قاعدة أنت حر في اختيار متغيرات تبعتك ما تسجلش هذا الكلام طيب طبعا هنا بدي أقرأ الأرقام ركز معي يا أستاذ خلاص خلاص أستاذ لو سمحت لما بدك تسأل سؤال يعني وأنا في نص الشرح ما تقاطعنيش ترفع إيدك بس أخلص النقطة ممكن أتيح لك مجال إنه أنت تسأل تمام والكلام موجه
للجميع. فأنا بدي أقرأ الملف. طبعا هذا اسم المتغير بدي أعيد تسميته وحقول لك السبب ليش. فهنا فايل ريدر دوت ريد، تمام. طبعا الملف الأرقام هدول إيش الفاصل بيناتهم؟ سبيس. فبالتالي هنا ببساطة ممكن نعمل دوت سبلت. دوت ريد هذه إيش بترجع؟ string. تقرأ الملف بس إيش بترجع لي؟ string اللي هو محتوى الملف. فبالتالي مدام إنه بترجع لي string، آمن جدا إنه أنا أعمل دوت سبلت. في حد عنده مشكلة في هذا السطر؟ تأخذ لكل رقم لحال بالضبط لأنه بيناتهم سبيس، تمام. شوف لي هذا الفاريو بس إيش عليهم؟ كوتيشن. فعشان هيك هذا المتغير إنه numbers as a string، تمام. عقيت أنا مطلوب مني المجموع، لازم أحولهم انتجر. عشان هيك أنا حرصت إنه أنا أغير هذا المتغير اسمه انتجر. كيف بدي أجيب المجموع؟ إيش أول خطوة؟ بلزمني الكاونت؟ ماشي. لازم أعمل الكاونت ولا ممكن أجيبه بطريقة تانية؟ أجيبه باللم. فهنا for num n numbers str في إيش؟ إيش هو الزيادة؟ تمام؟ total plus equal نعم. كل حاجة عندكم دائما واحد صح. صح معي يا أستاذ لو سمحت، بدي أجيب مجموع هيك النم على طول بس بدك تحولها لأنه هي string، تمام. هيك أنت بتكون جبت التوتال. والأفريج كيف نجيبه؟ لين لليش؟ تمام؟ هاجت لنا نطبع النتيجة. نتيجة بدي أستخدم دالة الفورمات وأنا قاصد إنه نستخدمها. هاي print total بتساوي slash t average بتساوي، كتبتها بحذر عشان ما حدش يعلق لي على الأخطاء الإملائية، تمام. dot format بمرر له كم باراميتر؟ 2. إيش هما؟ هذه التوتال وين حتنحط؟ هنا. وهاي هنا. لايش ايه؟ دالة الفورمات شرحتها في السترينج في المراجعة. دالة الفورمات مش شرحتها انا يا شباب؟ أقول لك ليش. طيب دالة الفورمات شو بتسوي؟ ببساطة دالة الفورمات من اسمها بتعمل لك تنسيق للنص. فبالتالي ممكن تعمل print انه هاي نص، تمام، وبتقول dot format. هاي الصيغة العامة تبعتها، تمام. فكيف بدك تستخدمها؟ كيف بدك تحدد البراميترز؟ بدك تحدد البراميترز حسب الأقواس اللي انت بتحطهم هنا، أقواس المجموعة. هنا حطيت قوس واحد، معنى ذلك انه انت بدك تحط هنا برامتر واحد. طبعا هنا
أي إشي خارج القوس بنطبع عادي ما عدا الأقواس هذه بتم تعويضها بأخذها من البرابيتر. تمام؟ يعني هنا هلو زي هيك بتنطبع حلو وبين الأقواس بتم تعويضها بالقيمة 13 زي هيك. تمام؟ حطيت قوسين تمام؟ وحط أي كنترول كاركترز بدك إياه، أي فورماتنج بدك إياه، بدك سلاش تي سلاش أن اللي بدك إياه. تمام؟ ما دام أنت حطيت هنا داخل النص قوسين مجموعة معنى ذلك إنه في دالة الفورمات كم باراميتر بدك تمرر؟ 2. تمام؟ وهنا مش بالضرورة أمرر لك باراميتر يعني أز يعني إنه رقم بشكل مباشر، ممكن أحط لك هنا إكس بتساوي 100 وهنا أحط لك الإكس. فبالتالي هو إيش بيسوي؟ إجا هلو عند القوس هذا إيش عوض؟ أول باراميتر هذه بتقابل الأولى وهاي بتقابل الثانية، وهنا هاي يعمل لك السلاش تي، وهنا هلو أجين 100. تمام؟ هاي دالة الفورمات ببساطة إنه بتعمل لك النص بهاي الكيفية. الآن بدي أطبع لك هذا الكلام بس بدون دالة فورمات وشوف العذاب كيف. هاي برينت توتال بدك تحط سبيس تمام يساوي وبدك تحط كونكاتينيشن او هنا ممكن تحط المتغير ماشي اذا بدك اللي هو التوتال، وبعديها النص الثاني هذا الكلام. وبعديها تمام مين اسهل لك تكتب بهذه الصيغه ولا تكتب بهاي الصيغه؟ هذه شغله، هذه شغله. الشغله الثانيه انه هذا الكلام مع داله الرايت مش حيزبط معك، لازم تعمله بنظام الكونكاتينيشن. هاي بدي اعمل لك اياه بنظام الكونكاتينيشن. نظام الكونكاتينيشن لازم كله يكون سترينج، فبالتالي هنا بتقول زائد بنفعش تعمل كونكات سترينج مع نمبر، فايش بدك تسوي هنا؟ كله هنا str، وهنا بدل الكوما بدك تعمل كونكاتينيشن، وهنا concatenation، وهنا بنفعش انه انت تخليها زي هيك لانه لو خليتها بيطلع معك ايرور. بقول لك بنفعش انه انا اعمل concatenation float مع string، فبدك تحولها هاي ل str. شايف العذاب كيف؟ عشان انت تطلع النتيجة سطر 6 و 7 هو نفسه سطر 5، ولكن هنا انه انت راح تتغلب كثير. حكيت حورجي لك انه احنا مطلوب منا انه نكتب حسب نص السؤال، بدنا نكتب النتيجة على ملف. تمام؟ بدي اعمل هذا الكلام، فبدي يكون انه فايل رايتر عشان ما تتقيدش بالان فايل والاوت فايل. خلص فايل رايتر انه انا بدي افتح الفايل في وضعية الرايت. open evg او total underscore evg result.txt والمود بتساوي رايت. كيف؟ حط حرف الايش؟ لا احنا لسه ما اخذناش الابند، لسه ما تعرضتش للابند. انا لسه طلبت منك انه وكتابة المتوسط من مجموعة ملف اخر.
تمام؟ بدك تتعود انه انت يكون عندك الانبوت ملف بدل ما كان كيبورد، هنا بدي تقرا لي ارقام من ملف، تمام؟ والاوتبوت انه يكون ملف ثاني، تمام؟ ملف اخر حكيت لك. فبدنا نفتحه في الفايل في الرايت مود، وبعديها بدي اكتب عليه. فايش بدي اعمل؟ بروح باخذ ببساطه هاي الجمله زي هيك، بس بدل ما برنت ايش وهنا بعمل فايل رايتر دوت كلوز. نعم، هجيت لاحظ لي هاي الجملة لو أخذتها زي هيك، أو خليني أورجي لك ناتج هاي الجملة. هاي ناتج الملف هذا في نفس المسار يفترض، وينه؟ هاي توتال فيها غلط اسم الملف، اوكي مش خلاف، فهي كاتبه بهاي الكيفية، تمام؟ طيب بدي اورجي لك انه هذا الكلام هل بنفع استخدم معاه الفايل رايتر ولا لا؟ راح يطلع معك خطا. ايش بقول لك؟ انه الرايت بتاخذ بس ارجمنت واحد، انت كم ارجمنت هنا معطيله؟ هنا كوما وهنا كوما، ثلاثة ارجمنتس. اي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة ارجمنتس. عندك ثلاثة كوما يعني أربعة ارجمنتس. فبالتالي بنفعش هذا الكلام، فبدك تستعيد عنه بإيش؟ بالكونكاتينيشن. لا. تمام؟ هيك بعمل لك اياه. شوف افتح الملف. طبعا في عندي اشكالية انه هنا ايش المفترض انه احنا نعمل؟ هنا في اخره بقول سلاش ان. نفس النتيجة، تمام؟ بس تطلع لي هنا على سطر 6 و7، أو عفوا سطر 2 و3، مين أحسن؟ مين أسهل؟ خلي بالك من نفسك، تمام؟ طب ليش ما طبقش السلاش تو؟ وينها؟ طبقها. طبقها؟ آه. هاي شايف هاي السهم الصغير؟ هذه تاب. يا الله. تاب هذا يعني مش نفس المساحة اللي بتنفع على مش أربع سبيسات من فوق. صحيح. عشان أنا عامل زوم على الهاي. وإيش اللي عمل التاب؟ نعم. تمام؟ طبعا هذا احسن بكتير ما انه انت ايش تعمل. ممكن تعمل انه زي هيك. طبعا هذا الكلام بدك تضيف هنا، شايف العذاب كيف؟ زائد سلاش ان. احسن بكتير ما انه انت تعمل ايش؟ فايل رايتر وتعمل رايت وتروح تقول لي هنا str للتوتال، لانه مش هيقبل انه انت تحط التوتال مباشره، تمام؟ concatenation مع السبيس. سطر جديد. فطلع لك سيرتين لكن انا مش كود تي افريج هاي صح؟ اه هذه سلاش تي. اه
لا اللي جنبيها قصدي. السلاش عشان عملت عشان تعمل سيرتين هي بيت لك السؤال حقت عايد لك الحل تمام في سطرين. اللي بدي اوضح لك هنا انه انت لما تكتب التوتال والافريج وتيجي تطلع يعني على الملف زي هيك تيجي تشوف هنا 335 و47.85 مين فيهم التوتال ومين الافريج. فبالتالي هنا دالت الفورمات انه كويس انه انت تحط انه هذا التوتال عشان لما تيجي تفتح الملف فيما بعد انه انت تعرف هذا الكلام. كيف لا الفورمات مش زي شبه الانبوت. طيب نيجي لحل السؤال. حل السؤال مطلوب منك انه انت تقرا ملف يعني ارقام من ملف وتطبع لي النتيجه الحل مباشره. فبالتالي هنا في عندي فايل ريدر ساوي بدي افتح الملف. الملف هذا اسمه على ما اذكر my numbers 1.txt. تمام واحنا اتفقنا انه لما بدي اجي اقراه حيقرا لي اياه كسترينج. النمبرز هذول كسترينج بدي اعملهم سبليت في نفس الخطوه. فهي فايل ريدر دوت ريد دوت سبليت. تمام بعديها الخطوه اللي وراها بدي اروح الف على هذول الارقام. بدي اعرف التوتال بتساوي 0 وبدي الف عليهم فور ان ان وبعديها بروح بجمع هذا الكلام على التوتال بلس ايكوال اس تي ار للان. لازم تحوله عفوا تحوله لانتجر. هيك انت خلصت جبت التوتال. والافرج كيف بنجاب بالضبط؟ الافرج او اي في جي بتساوي توتال على بعديها بدنا نكتب النتيجة على ملف. فبروح بفتح فايل open نفس هذا الكلام وبدي اكتب لك اياها دالة الفورمات كمان مرة من الصفر. فايل رايتر دوت رايت توتال بتساوي بدي اعبي رقم طلع لها زي هيك بدناش سلاش تي. تمام بعديها افريج بتساوي بدي اعبي رقم تاني دوت فورمات بحط الرقمين هدول المتغيرين هدول هما التوتال بدي يتعبى في الاول والافريج. طبعا هنا ما انساش انه بعد ما قرأت الملف اتعود انه هنا فايل ريدر كلوز وهنا بعد الرايت هذا اعمل فايل هذا يا استاذ string. انت طالما بين الكوتيشن string لكن انت ايش اسم المتغير اللي حسبت فيه الافرج؟ اسمه اي في جي. هنا متغير هنا سترينج. وين؟ هاي سكرت الفايل ريدر وهنا سكرت الفايل رايتر. كيف؟ لو سكرناها عادي عادي بس انت وقتاش خلصت من الريد؟ بعد السطر اثنين. فبالتالي الاولى انه انت تسكره هنا تستناش للاخر خلصت من شيء سكره على طول. تمام هاي الحل 10 اسطر. وكيف سكرت السولفر هما؟ سكرت بالمسجيه. سكرت ايش؟ ايش يعني سكرت الحل؟ سكرت هو بيسال على سكرت الملف اغلقت الملف. لا
كلوز، انه هاي هنا عملت كلوز للريدر وللرايتر بس، هيك سؤاله تمام. فهي تأكد من النتيجة، النتيجة اضطرت تطلع معي سطر واحد، ايش فيه؟ التوتال بيساوي كذا والافريج بيساوي كذا. هاي بس سطر واحد، التوتال بتساوي كذا والافريج بيساوي كذا بس تمام؟ لا، كتبته بالكود هذا، الملف هذا تم انشاؤه من خلال هذا الكود، جمع وحط لي النتيجة في هذا الملف. ملف الأرقام أنا اللي عامل تمام؟ طيب ننتقل الآن لموضوع الأبند، وقيس على هيك مسائل الريد والرايت. نو يعني هذا الكود اللي هنا عم يشوف فايل وريد الأشياء طلع الأرقام. نعم. ببساطة يا شباب، وضعية الأبند، أبند يعني إلحاق، إضافة في آخر ملف. يبقى هنا add text، نكتب لك إياها هنا to the end of an existing file، نضيف لك نص على نهاية ملف موجود. لو ما كانش الملف موجود ايش بيصير؟ بروح بعمل لك انشاء للملف هذا. يعني هذا شرحته سابقا في المارك داون. شباب خلوا موضوع الابند للفايز للمحاضرة الجاية، يعطيكم العافية.